مشاهدينا، زي ما عودنا حضراتكم دايما بنطمن على الحاله المروريه من سياده المقدم مصطفى ابراهيم، غرفه عمليات الاداره العامه للمرور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ اسراء، وتحياتي لحضرتك يا فندم ولكل الساده المشاهدين. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، طمني على حاله المرور في ظل اعتدال الطقس خارج وداخل العاصمه. والله يعني احنا النهارده الحمد لله ما فيش عندنا حاله الطقس غير مؤثره على حركه المرور. يعني جميع الطرق وحاله الجو تسمح بقياده امنه. على المستوى الخارجي، الطرق الخارجيه يمكن ما زال يعني كنا لما شرفنا بالمداخله مع حضرتك امس كنا اشرنا الى غلق منفذ السلوم البري، احنا بنؤكد ان المنفذ ما زال مغلق حتى الان. ما فيش داعي للشاحنات والعربيات اللي محمله خضار وفاكهه او اي بضاعه يخشى عليها من التلف بالتوجه لمنفذ السلوم. داخليا على مستوى القاهره كان عندنا محاكمه اليوم في محيط اكاديميه الشرطه، وتم الانتهاء وتسجيل الجلسه الباكر، ويعني هدوء الحاله المرويه على الطريق الدائري في محيط اكاديميه الشرطه. يمكن كان عندنا اخر اخطار حوالي الساعه 11 ودقيقه 15 بلغ بحادث تصادم على كوبري اليوم في طريق مصر اسكندريه الزراعي بين سياره ميكروباص وسياره نقلت مقطوره. هذا الحادث اسفر عن اربع حالات اصابه، تم نقلهم لمستشفى اليوم العام. ان شاء الله نتمنى لهم سرعه الشفاء، وبالاتصال بمرفق الاسعاف تبين ان اصابتهم بسيطه. على مستوى داخل العاصمه يمكن احنا يعني كل الميادين مفتوحه، ساعات الذروه المسائيه بدات معانا دلوقتي بدر شويه مرتبطه بانتهاء الساعه 12، انتهت الامتحانات بتاعه الثانويه العامه المقرره اليوم على ابنائنا الطلبه. برضه بهذه المناسبه بنطمئن الساده اولياء الامور على انتهاء اليوم الدراسي بخير في الذهاب وفي العوده. ما عندناش اخطار يعني باي لا قدر الله اي مكروه لاي رحله متجهه للمدارس. المناطق اللي فيها كثافات دلوقتي مناطق تجمعات المواطنين، اطراف وبدايات الطرق السريعه من خارج العاصمه بالنسبه لموقف العاشر، موقف المنيب، ميدان المؤسسه، بنظرا لبدء عوده رحلات اليوم الواحد من القاهره الى خارج العاصمه. يعني الحاله المرويه الان مرضيه. اشعار بس للساده المواطنين، في عندنا ابتداء من اليوم هيتم يعني القيام بحملات مكبره على مخالفات حزام الامان والتليفون المحمول ومخالفات البيئه بمناسبه الاحتفال بيوم البيئه العالمي. هيبدا هذه الحملات يا فندم اعتبارا من اليوم بتوجيه النصح والارشاد والتوعيه للساده المواطنين ل يعني ما يحققه استخدام الامان من امان اثناء لا قدر الله وقوع او تعرض قائد السياره الحادث، اثر التليفون المحمول على استخدامه يدويا اثناء القياده واثاره في اقلال التنبيه والتركيز لقائد المركبه. بالنسبه للفحص البيئي احنا ما جهاز شؤون البيئه بننبه الساده المواطنين الى السيارات اللي بتتجاوز نسبه مكونات العادم فيها النسبه المقرره قانونا. في حملات شغاله دلوقتي على مستوى كل الطرق. الحملات دي يا فندم هتستمر لمده قد ايه؟ هو التوجيهات ان احنا هنبدا لمده يومين بالتوعيه والنصح والارشاد. ان شاء الله عقب ذلك هيكون في ضبط، هيكون في حملات موسعه لاعاده الانضباط للشرع المصري فيما يتعلق بهاتين المخالفتين نظرا لتاثيرهم البالغ. وهتبقى المخالفات فوريه يا فندم؟ هيبقى المخالفه اصلا قانون المرور بيعاقب من لم يستخدم حزام الامان او من يركب بجواره، دي حته مهمه. الناس يعني الساده المواطنين بيعتقدوا ان المخالفه لقائد السياره فقط، لكن مخالفه حزام الامان لقائد السياره ومن يركب بجواره غرامتها من 100 ل 300 جنيه، كذلك الحال بالنسبه لاستخدام التليفون المحمول يدويا وفيهاتين المخالفتين يجوز التصالح بدفع نص الحد الادنى للعقوبه المقرره قانونا لحظه الضبط مباشره. تمام. بدفع مبلغ 50 جنيه، لكن الحاله المرضيه مرضيه، الامور تمام باستثناء المؤثر اللي قلت لحضرتك عليه. ان شاء الله نتمنى للجميع سلامه الوصول. شكرا جزيلا سياده المقدم مصطفى ابراهيم، غرفه عمليات الاداره العامه للمرور، ويا رب